ماما يوم احنا مش هنروح وانت المامتك مش هنروح زفت. ادخل اوضتك. ايه في ايه؟ في ايه؟ في ان اختي اتقتلت بسبب كده. اختي اتقتلت عشان انت خطفت واحد اسمه ابو حماد. ابو حماد؟ انت عرفت الاسم ده منين؟ اه يبقى حقيقي. يبقى انا ما اتضحكش عليا، يبقى هي اتقتلت بسببك. مين اللي قال لك الكلام ده؟ الدكتور مجدي. مين مجدي ده؟ الدكتور اللي انت بتتعالج عنده. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. شكله ايه الراجل ده؟ بعت لك حد يقول لك كلمتين عشان يقلبوك ضدي، عشان انشغل انا على الطريق اللي انا ماشي فيه. يبقى انا ماشي صح. لا انت فعلا اتجننت يا ليلى. صدقيني كده عايشه ما بقتش زي ما انت متخيله. انا بتكلم بجد. ما هي دي المشكله، ان انت بتتكلم بجد. الدكتور قال لي ان انت هتقولي انها عايشه ما ماتتش. انا ما اعرفش حد اسمه مجدي اصلا. والله العظيم بيلعبوا بيكي. ندى اختفت قبل ما اختفى ابو حماد اساسا. انا مكلمها في التليفون. والله العظيم ندى عايشه. عمر انا مش قادره اسمع الكلام ده دلوقتي. من فضلك امشي وسيبني لوحدي. يا ليلى بقول لك امشي. يا راجل سيب اللي في ايدك وروح ليلى دلوقتي حالا. احكي لها على كل حاجه هتصدقك انت. بعت لها واحد يفهمها ان انا بيجيلي تهيؤات. مجنون انا؟ بسرعه راجع لو سمحت.